قوي بالناس اللي هدفها تعمير، اللي هدفها بنى، اللي هدفها تفتح ابواب رزق وخير وتشغل ناس كتير. بفرح بالناس اللي عندها طموح وعندها طاقه وافكارها مش بس بتبقى مرتبطه بمكان معين، لا افكارها مرتبطه باماكن كتير مختلفه، يمكن يبقى ليهم هم السبق في ان هم فتحوا استثمار جديد في اماكن ما كانش فيها استثمار نفس الشبه ده. بفرح بالشباب اللي عايزه تعمر، الشباب اللي عايزه تنجح، اللي عايزه تخلق فرص كتير لشباب تانية. بفرح بالشباب القدوة، انه يبقى قدوة لأي شاب بيشوفه، فكرة انه يبقى بيفكر وبيشتغل وبيعمر. الشاب اللي معاه النهاردة من اول ما قعدت معاه حسيت انه مش مجرد مستثمر ابتدى مشروع، لا ده مستثمر وخلال فترة قليلة قوي ان شاء الله مشروعه ده هيبقى منتشر على مستويات كتير وفي اماكن كتير مختلفة. الدماغ دي دماغ مبتكرة ومفكرة ودماغ طموحة جدا جدا. معايا الاستاذ محمد الوكيل، صاحب مشروع من اهم المشاريع اللي بتعمل دلوقتي في كفر الشيخ. معايا كمان ست اول ما شفتها ما شاء الله تبارك الرحمن قمر، في كده شياكة في ملامحها، واعتقد الملامح دي مرتبطة جدا جدا بتخصصها لانها مرتبطة بالدعاية والاعلان. معايا الاستاذة شيرين اكمل. شيرين اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ، شرفتيني ونورتيني. شرفت بحضرتك جدا استاذ محمد الوكيل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. الله يخليك. انتوا شباب زي الورد، وانتوا شغلكم بيكمل بعض. الاساس عندنا هو مشروع حضرتك بالزبط. فمش هينفع اتكلم في الدعايه للمشروع غير لما الاول نسمع من حضرتك مشروعك اللي هو مول تجاري خدمي بالظبط في منطقه كفر الشيخ. يعني بالظبط اللي مفرحني اعتقد ده اول مول بالشكل ده هيكون في كفر الشيخ. بالظبط ده اول مول. كلمني عن مشروعك. احنا الفكره جت لنا ان احنا ده يعتبر اول مشروع لينا في مصر. احنا شركه اماراتيه الاساس، ونقلنا شغلنا في مصر من 3 سنين، فبدأنا المشروع ده في كفر الشيخ لأن ده تعتبر بلدنا الأساسية، فقلنا نبدأ بيها أول مشروع لنا يبقى في كفر الشيخ. فدورنا على مشروع ينفع يفيد البلد نفسها، فلقينا أفضل حاجة تتعمل في البلد اللي هي مول تجاري، لأن مفيش مولات تجارية خالص. يعني حضرتك هتكون أول مول تجاري في كفر الشيخ إن شاء الله هيكون بعد 3 شهور. ده اسمح لي اقول لك ذكاء من حضرتك. الله يخليك. ولقمة حضرتك ان انت تقعد تفكر ايه المشروع اللي مش موجود علشان بالظبط يعني اللي يلحق بقى. بصراحه انا عايزه بقى اجي اشتري عند حضرتك لان تشرف. ايه تشرف. الله يكرمك. اول حاجه هتبقى يعني انت اللي هتاخد وش القفص فاهمني بتاع الاستثمار في المنطقه دي بالظبط، وخير يا رب يقلدوك ناس كتير. الله يخليك. بس هتبقى البدايه وضربه البدايه عند حضرتك ان شاء الله باذن الله. المول ده قوامه كام مثلا؟ يعني هو مبني على 20,000 متر، الصافي بتاعه حوالي 13,000 متر. ما شاء الله. كده في جميع الخدمات، في بنوك، في براندات عالميه، في بنوك في بنك اوريدي فتح حاليا، بنك عوده فتح، في براندات عالمية هتفتح، في فود كورت كامل متكامل، الله، كيدز اريا، في جميع الخدمات اللي هي موجودة في جميع المولات. خلصت بيع بقى ليه الحق؟ خلصت فاهم؟ انت بتعمل تقول لي هو بنوك وكيدز اريا و متكامل يا فندم، مول متكامل بكل شيء. طب عندك اماكن حضرتك؟ مش فاضي لك يا فندم، احنا لسه في بداية التسويق يعني. ما شاء الله. لا بس بداية التسويق حضرتك ده كفاية، بنك خلاص خلصت يعني. جبت بنك كلنا هنيجي وراك ده. يعني انا ضامنة لو فتحت مشروع هناك ان بالاجبار وهنساعد، احنا هنساعد جميع المستثمرين اللي هيخشوا ان احنا ننجح المشروع اللي هيفتحه، نقف جنبه ونساعده يعني. لان انا ضامنه كمان يعني بالبلدي كده، انا ضامنه زبون بالظبط، وضامنه ليك ضامنه زبون لان انت ليك انت اول واحد. انا ضامنه لو فتحت اي مشروع انا ضامنه زبوني انه هيجي.
ذكاء كمان ان انت عامل كيدز اريا، فانا ضامنه ان انا جايه باولادي مش بالظبط جميع الخدمات موجوده، فده هيبقى فاللي هيجي هيجي يقضي يومه كامل متكامل. ما انا لسه كنت هقول لك دورك يا جميله بقى ايه في المشروع. والله شركة مونو ميديا دي شركتي اللي احنا شركة ايه؟ شركة مونو ميديا. مونو ميديا دي هي اللي ماسكة الدعاية والإعلان للمول مع أستاذ محمد. بنعمل طبعا احنا خارجين بره الصندوق، ده الشعار بتاعنا، ده السلوجن بتاعنا، ان احنا نعمل الدعاية والإعلان بره الصندوق. بدأنا ان احنا نعمل أول حاجة في برنامج حضرتك أهو، ده بداية الدعاية عندي. يا رب خير كله دايما. أنت حضرتك خير كله والله يا أستاذة نشوى. فاحنا عاملين موضوع السوشيال ميديا لان هو دلوقتي اللي في ايد الشباب النهارده السوشيال ميديا. برافو عليك. وده التارجت اللي انا بتارجته. برافو عليك. بنعمل برضو البوستات بقى، البانرات اللي بنعلقها، الاوت دورز كلها، الكلام ده كله كشغل دعايه واعلان على اساس ان المكان فعلا انا اقتنعت بيه جدا، لان لقيت المكان فعلا اول مول في كفر الشيخ. اول حاجه نطلع بره القاهره والجيزه واسكندريه. أيوة. احنا كل المشاريع بتتم فيها. طب الناس الثانيه في الاماكن الثانيه في المحافظات الثانيه ده بالنسبه لهم اول مشروع، فده حلو جدا. اولا في نسبه اشغال جامده جدا، هيبقى في عمال عندي، في بقى اللي هم الاطفاء، وفي الهاوس كيبنج، في الامن، في الكلام ده كله، فكل دي نسبه اشغال. ده نسبه اشغال ما شاء الله، يعني ربنا يصيبك عليها. الله يخليك. انك بتفتح ابواب رزق كل واحد ورا عيله. فانت شوف بقى بالظبط، فده شجعني اكتر ان انا ادخل مع استاذ محمد في الموضوع ده، وبشتغل معاه بدماغ وفكر الشباب. لان الشركه عندي كلهم شباب لا يتعدوا. وانت اسم الله عليك، انت برضو ما شاء الله. لا انا عجوزه يا ريس. لا الله اكبر الله اكبر. انا بنتي ثالثه جامعه حضرتك. اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك. طيب ده كمان شطاره منك، انت بتشوفي ذوق بنت، يعني انت ماسكه السن بتاع الشباب ده، بتعرفي بالظبط اذواقهم اتجاهاتهم النفسيه، فبتشتغلي على ده. حضرتك لو خارجه بتاخدي راي ولادك صح؟ طبعا. فاحنا كلنا ماشيين براي ولادنا. معاكي حق. فعشان كده خدت راي ولادي في ده. انا بنتي اوريدي ثالثه ماسكم ام اس اي ما شاء الله، ومعايا في الشركه ما شاء الله. فجبت التيم بتاعها كله كشباب، وروني فكركم. هم قالوا لي احنا عايزين نطلع بره الصندوق. الجيل ده حضرتك ما ينفعش يضحك عليه خلاص. لا لا لا، ففاهم كل حاجه. احنا الغلابه احنا. اسكتي اسكتي يا استاذ محمد، احكي لك بعد الهوا. اسكت. فماشيين بفكرهم، ففعلا طلعوا الشباب عندي، طلعوا افكار حلوه جدا. طبعا مش هقدر احرق منها حاجه. لا عشان لا عشان المنافسين. ايوه بالظبط كده. وبدانا نعمل الموضوع ده وسافرنا، وفي فيديو برضو اتصور هيتعرض عند حضرتك هنا برضو في البرنامج. دخلنا جوه الفيديو اللايف اهو، الفيديو بيتعرض معانا بالظبط كده. هو ده اللايف. ما شاء الله ما شاء الله. خلي بال حضرتك كمان المول فيه 9 ابراج، يعني لو ما خدمش كفر الشيخ كلها خدمت. كفايه ده اشتغل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كفايه اشتغل على على الابراج. ده انت حضرتك ذكي ذكاء. الله يخليك الله يخليك. صدق احنا بنخدم الشباب والله، الموضوع خدمه للشباب وخدمه لينا برضه. وهو عيب، هو عيب ان انت كمستثمر تعمل حاجه محترمه مفيده وتكسب عشان تعمل تاني فتشغل ناس تاني. احنا عاملين حسابنا في سلسله مولات ان شاء الله هتبقى كلها في الاقاليم، مش هتبقى كلها بعيد عن المدن، بعيد عن القاهره واسكندريه. ما هو ده ذكاء برضه. ذكاء، يعني انا لو مستثمر في القاهره اقسم بالله اروح استثمر عندك انت، لان انت اللي زي ما بيقولوا ايه وش القفص فعلا. بالظبط. مفيش مول هناك غير كده. طب انا عايزه برضو الاسعار عندك حلوه ولا ايه الاخبار؟ معقوله الاسعار؟ طيب معقولة. والاقي حاجه يعني مميزه ولا المميز كله اتباع؟ شرفينا بس. انا عايزه بص، عايزه حاجه دور ارضي برضو. موجود صح؟ موجود. ولا فوق؟ عارف فوق ممكن ايه والله العظيم؟ كوافير. ممكن ده الشكل النهائي المفروض. الله الله على الشياكه. احنا طبعا وصلنا لنسبة 60% ده اكتر. ما فيش خلاص، انت خلاص هتقفل ازاز الواجهة بس. شوية تشطيبات من وجوه كمان بيبان ازاز وبتاع والدنيا تمام ما شاء الله. بس مساحة كبيرة ما شاء الله، 18000 متر ما شاء الله. وعلى رأي حبيبتي تقول لي لو ده كفاية الناس الابراج. الابراج يعني بص حضرتك، هو كمان على ميدان تمام، ده الميدان ده واخد 4 اتجاهات للشوارع، ده حته كمان موقع أو رهيب. واخد سنتر كمان، واخد سنتر في وسط البلد ده هو. ده انت موقع ما شاء الله. ده المفروض الشكل النهائي. ده الشكل النهائي طبعا هيتم. الله الله، في منتهى الشياكه وديكور عبقري، تقسيمات
في عندك مساحات مختلفة برضو؟ كل المساحات موجودة. يعني أنا لو عندي مشروع يعني هلاقي مثلا 20 متر مكان بالزبط. من أول 30 متر لغاية 500 متر و1000 متر، وعندي هايبر 500 متر على بعضهم. يعني صح، عندي لأن البنك عندي 3000 متر الهايبر موجودة كمان. فيك أنت عندك هايبر كمان؟ عندي هايبر. هو الشيء الوحيد اللي ناقص بس هو السليمات. سليمات؟ ده اللي يختلف من المولات الكبيره للمولات بتاعتها. مش مشكله، ممكن في المول الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. لا ارجوك، بس هو المول الجديد ما تعملش فيه سليمات. لا ان شاء الله باذن الله. لازم. لا حقيقي ما شاء الله فعلا، وربنا يحميك. الله يخليك. لانك فكرت تعمل ده انت من كفر الشيخ اساسا. من كفر الشيخ. عايز اقول لحضرتك معلومه كمان، الاستاذ محمد كان عايش في دبي اصلا. بالظبط. طب انك فجأة ساب دبي وجه يعمل استثمار. تسيب برضه دبي، ده هي بلد العمار كله، ده البنى مش عارفه يعني. فانك تفكر تستثمر في بلدك. احنا خدنا الفكر نفسه بتاع دبي وبنحاول ان احنا نمشيه هنا، فكر الاستثمار نفسه. طب ايه المعوقات؟ عندك معوقات؟ طبعا كان في معوقات، بس احنا ان شاء الله خطيتها. حطينا كل شيء. يا ما شاء الله عليك يا حبيبي، ما شاء الله، ربنا يحميك ويكرمك. احنا بقالنا 3 سنين تقريبا في الموضوع. فانك انت عمال بتفكر اصلا. عارف كمان الجميل ايه؟ غيرك يعمل ايه؟ في ناس بتبيع على الورق. لا احنا بنبيع على الورق. انا عيني شايفه اللي انا هشتريه. يعني انا كزبون معايا قرشين ولا مستثمر معايا قرشين صغيرين، عايز اشتري عندك حاجه. في ناس بتبيع ورق. بمعنى ايه؟ ان انا اتفضل حضرتك هنا كذا، انت عايز. الرائع بقى عند حضرتك ان انا جايه اشتري منك منتج انا شايفاه بعيني، عارفه الموقع اللي هشتريه، شايفاه، لا انا عايزه كذا، واختار. بس يا رب الحق اختار. لا الحق ان شاء الله. يعني انه بس تحت امر. طب انت ده ما كانش عبء عليك؟ يعني هو في مستثمر تاني يقول لك انا اشتغل بفلوسي ليه؟ ما ناخد الاول من الناس وابقى ابني براحتي. احنا فكر، احنا شركه مطوره، واللي بيطور ما بيطورش بفلوس الناس، احنا بنطور بفلوسنا. انت امين كمان. الله يخليك. ودي حاجه تحترم فيك. الله يكرمك. لان يعني 90% من المستثمرين العقاريين حابب يبيعوا ورق الاول. بالظبط. فتيجي انت بقى انت وحظك، يا استلمت زي ما استلمت، يا انت ورزقك. فانا والله يعني اتفضل. لو معايا فلوس كتير اتشرفت يا فندم. اجي اخد او قليلين حتى، اجي اخد لي حاجه هنا. طب كلميني على فكر الاستاذ محمد لما قعدتي معايا، اقنعتيه بسهوله بافكارك للدعايه، ولا كان يعني بتاخده وتده، ولا هو سايب لك انت دي منطقتك ماليش دعوه؟ بس هو الميزه في استاذ محمد في الموضوع، في التيم بتاعه كله كاملة. سواء استاذ محمد الوكيل او استاذ طارق الوكيل او استاذ ناصر، انتوا اخوات. احنا اخوات. يا ربنا يحميكم. هي الفكره بعد اذنك. فكره طارق مش فكرتي، فكره طارق اخويا وشريكي. هو اكبر من حضرتك؟ لا هو اصغر مني. اصغر مني. فهو سبقني على كفر الشيخ، فبدا بالفكره دي، عجبته فقال لي يلا. قلت له يلا استاذ طارق. ربنا يكرمك. بفرح كمان قوي بالاخوات اللي ايد واحده. احنا الحمد لله بقى لنا 15 سنه شركه واحده. ما شاء الله، ربنا يبارك في ابوك وامك الحقيقه، لانهم يعني ربنا يكرمكم ويسعدكم ويفتح لكم ابواب الرزق وابواب الخير والله العظيم. لا هو فكرهم حلو جدا، يعني انا مرتاحه في شغل معاهم جدا، لان احنا بنقعد على ورشه العمل اللي بنعملها كل واحد فينا في تخصصه. يعني انا في صور. اتفضلي حاجه تقولي ايه؟ اوكي انا اسف. طيب اللي ريحني معاهم في الشغل ان احنا بنشتغل تيم وورك. التيم وورك يعني هو استاذ محمد او استاذ طارق بيبقى ليهم وجهه نظر في اللي يخصهم، تمام، يجي يتكلم معايا دي حاجه تخصكم كدعايه واعلان. بس برضه طبعا ما بعملش حاجه غير ما بتاخدي رايهم. أكيد. طبعا طبعا. بس هما يعني عارفه اللي هو الدماغ اللي بتشتغلي معاها اللي هي متفهمه وفاهمه يعني ايه دعايه واعلان، وفاهمه يعني انت بتشتغلي ازاي، وفاهمين وشايفوا التيم بتاعنا اللي هم شباب. بيقول لك قاعد يعمل في المشروع 3 سنين، فيعني قاعد مذاكر شغل كويس جدا. طيب هسالك في حاجه بقى، يعني برضو انا راجل عايز اجي اشتغل اشتري عند حضرتك مكان، هل في تسهيلات بالنسبه لي، ولا انت كامل شغلك كامل فانت عايز فلوسك كامله؟ لا احنا بالنسبه لنا ايجار مش تمليك. ايجار؟ احنا بنأجر ما بنملكش. تمام. وايجارات بمده زمنيه محدده؟ احنا معانا لغايه 9 سنين. والله ده المسموح بيه. والله هايل. 9 سنين اقدر اجر مكان. واحد ممكن 9 سنين. حلو قوي. متصلين. ما تقوليش انا جات في كلامي بعد كده. 9 سنين متصلين ان شاء الله. تمام. دي فرصه كويسه جدا، لان انا برضو عايز اعمل هايبر، عايز اعمل بالظبط عشان مشاريع كبيره زمن. طبعا. بس فيه. لا انا اظن بخبرتي كده المحدوده يعني ان مكان زي ده بايع نفسه،
يعني مسوق نفسه، يعني انا احطه وانت يعني اسم الله برضو شيرين، شيرين برضو هي بتعمل دعايه الحقيقه مش ليك انت لوحدك مشروع، لا هي بتعمل دعايه ليا انا لو انا عايز اشتري، يعني لو انا عايز اشتري محل او مكان فانت اوريدي بتعملي دعايه من قبل ما انا، انت بتعملي دعايه ليا ولغيري لكل الموجودين يعني. وبرافو عليك ان انت بعت البنك، لان بقول لك وجود بنك انت حددت مستوى المول. احنا عندنا كمان بنكين، لا في بنكين كمان لسه برضه ما شاء الله ثلاث بنوك هيتنافسوا مع بعض لا انا ليه بقول لك كده، لما اجي اشتري في مكان فانا بشوف جيراني مستواهم ايه، وعلى مستوى جيراني هيبقى مستوى شياكه المكان بالزبط. فلما يبقى في بنك كبير قرر يشتري عند حضرتك بل مش بنك ثلاث بنوك، فده معناه ان انا ضمنت المستوى شكله ايه. بس حضرتك يعني بسط في الاسعار شويه عشان نقدر كلنا، والله الاسعار متاحه يعني دي متاحه مش مبالغ فيها يعني لا اسعار معقوله، لا هم كمان كمول سعر المتر عندهم اقل من سعر المحلات اللي بره، المحلات اللي بره خارجيه. كنت لسه هسال السؤال ده يعني انا لما اجي اجر في مكان تاني مش هيكون اقل من حضر يعني اقل بنسبه 20% او 25% من اللي في المحلات انت أقل, اقل ومول ومول عشان الاستمراريه يا فندم عشان لا شاطر شفتي بقى عايز اقعد مع حضرتك تشرح لي انت دراستك ايه، تسويق يعني تجاره ولا هندسه ولا تجاره برافو عليك. وطارق تجاره برضه بيجيبوا بقى مهندسين هم اللي وانتوا بتشرفوا عليهم يعني بالظبط، واحنا بنشتغل بنفسنا لان احنا برضه 13 سنه خبره في الموضوع يعني بره، ودي العظيم بقى ان انت واقف على شغلك بالظبط، تفاصيل شغلك اللي ما بيعجبكش نفسنا بقى ما نعتمدش على حد. بص ان شاء الله ببركه الرحمن كده ان شاء الله والله العظيم بعد الحلقه دي مش هتلاحق دعواتك فن ان شاء الله لا والله طبعا ربنا يفتح لك ابواب الخير وابواب الرزق بندعي ربنا، لكن انت دماغك مختاره مكان مظبوط جدا بحسابات البيع والشراء والتسويق موقع ما حصلش، انت اوريدي خلاص عملت المشروع فانا جايه كزبون انا شايفه المكان. الافتتاح النهائي او يعني قدامنا قد ايه؟ على السيزون الجاي ان شاء الله اللي هو في شهر 4 بدايه شهر 4 بدايه شهر البيع والشراء طبعا اللي هو ايه الناس خارجه بقى وابتدى الصيف يجي فالناس شاطر يعني هو المتوقع ان احنا نخلص في شهر 1 فهنفتح شهرين تجريبي والافتتاح الرئيسي هيبقى في شهر 4 ان شاء الله تمام، مع بدايه السوفت اوبننج يعني عايز يبتدي يعمل كده اوكي بالزبط. بس الافتتاح الرئيسي ممكن تعزمني على الافتتاح ولا ده حاجه موجوده اساسي عشان بس ايه مش هاجي لوحدي طبعا اجيب اصحابي بقى معايا مين البارت عندك ان شاء الله شرفينا. ان شاء الله طيب المستثمر اللي عايز يكسب الحق دلوقتي مول ابو ظبي في كفر الشيخ، لان لو اتفتح المتوقع الاسعار هتختلف واسالوني يعني الحاجه النهارده بسعر الشهر الجاي هيبقى بسعر تاني، لو فتح بقى لا سعر عاشر فالحقوا اهالينا في كفر الشيخ، الحقوا اهالينا مستثمرين في اي مكان، ده مكان زي ما بيقولوا ايه ورقه بوسطه مضمون المكسب فيه مضمون باذن الله طبعا سبحانه وتعالى، وربنا يكرمك استاذ محمد الوكيل استاذ شيرين ربنا يبارك فيك ويسعدكم ان شاء الله خير كبير و الله يكرمك ما شاء الله يعني ربنا يكرمك يا حبيبي استنوني في فقره ثانيه الفقره الجايه هتعجبك قوي خليكم معايا.
اكتر فقره بفرح فيها لاني بحس ان الملائكه كده موجوده حوالينا. والنهارده فرحتي فرحتين، فرحانه لان معانا جمعيه نبض الحياه اللي بفضل الله يعني وبكرم الله بتدي الحياه لكل في كل مكان بيروحوه. فرحتي بقى الثانيه ان معانا مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف، لان مولانا انا بشوفه في التقارير قلبي بينشرح. الله يسعدك. والله اول ما شفت حضرتك انا قلت لك ادعي لي. ربنا يسعدك. الله يكرم حضرتك ويبارك في حضرتك ويبارك في كل الناس القايمه على الجمعيه والخير اللي بيعملوه، وربنا يزيدكم ويوسبكم خير وينفعنا بيكم. ربنا يبارك فيك. يعني ربنا يكرمكم. ربنا يبارك فيك. النهارده هنتكلم عن وجه من اوجه الخير وهو بناء مسجد الشهداء. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كلمني عن المسجد وموجود فين وطلبات حضرتك ايه؟ احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. الاول حضرتك دايما اما بنحب نروح مسجد، انا عاده لا اتحدث عن مسجد الا اذا رايت المكان استطلاعا وبالنسبه للمسجد يستحق ولا لا، واهل الناس الرواد اللي حواليه يقدروا يقوموا ببناء مسجد ولا هم ما يقدروش فاحنا لازم نساعدهم. طب حضرتك فده شيء اساسي يعني. يعني حضرتك تعمل دراسه لابد قبل ما تنفق في هذا المكان، هل المحيطين يقدروا بامكانياتهم يبنوا ولا ما يقدروش؟ فيبقى كده ربنا حسابهم عند ربنا وانت تقول لهم لا انتوا تقدروا يلا اتكلوا على الله. فالفلوس التبرعات انت حضرتك يعني حريص عليها طبعا ان تبقى في مكانها. ده امانه. امانه يعني المتبرع امن المؤسسه واحنا امناء على هذا المال. ايوه لابد ان يكون الانفاق بمنتهى الدقه. والإنسان يعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ساعة أن يوجد بيت من بيوت الله لمنفق من المنفقين فده فتح للمنفق. أمال فتح للمنفق. أنا عايز بس أقول لهم ليه إحنا بنهتم ببناء المساجد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء أول ما طلع بعد المعراج بقى وهو عند سدرة المنتهى، أول شيء قدمه لربنا إيه؟ إيه يا مولانا؟ ساعة ما قال له ساعة أن قال له جبريل تقدم يا محمد، قال له تقدم أنت يا جبريل، قال له تقدم أنت يا محمد فإنك لو تقدمت اخترقت ولو تقدمت أنا لاحترقت. لأن النور اللي كان موجود في سيدنا النبي كان أقوى من نور الملائكة. اللهم صل على النبي. الإنسان أنفق بقى في سبيل الله، طب يبقى ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيعطيه؟ إذا كان هو بيكرمني أنا كمصلي، ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليا بالكرم، وساعة ما نقول ربنا يكرمني يعني كرم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكرم. شوف يعني حضرتك لو أنت في واحد بخيل وفي واحد كريم وفي عطاء من ده وفي عطاء من ده، ساعة ما هيجي البخيل يقول لك ده هيجيب لك كذا، أنا عارف آخره إيه. أيوة. لكن الكريم يا ترى هيجيب لي إيه؟ هيجيب لي إيه؟ مش عارف. خدت بال حضرتك؟ هتلاقي فيه يعني فرحة إن أنت واحد كريم اللي هيتعامل، ما بالنا بالله سبحانه وتعالى، عطاؤه غير محدود. طيب ده مش كده وبس، ده هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على الإنسان بكرم، يعني أنا أعرف حضرتك أنا بقالي 40 سنة ببني مساجد. اللهم صل على النبي. 40 سنة. يمكن بسم الله ما شاء الله، أي إنسان بيشترك في بناء مسجد حتى ولو عامل يومية بتلاقيه هو المتبرع برضه بكرة وبعده وبعده، هو الشهر الجاي والسنة الجاي هو ده لأنه بيشوف الخير، ذاق طعم الإنفاق. خدت بال حضرتك؟ لكن أما بتلاقي مثلا إنسان مثلا بنى مسجد تلاقي ربنا فتح عليه بقى، اشترى أرض، بنى شركة، عمل شركة، مش عارف، عند أمثلة كثيرة من الواقع. من أيوة الواقع. أيوة. موجودة عنا. فهنيئا أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لأهل الخير وبيوجد لهم المساجد لأن هو بيحبهم. مولانا طب هنشوف تقرير بعد إذن حضرتك. اتفضل. هنشوف تقرير ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا طبعا. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم. صح كده يا مولانا؟ نعم. طيب يعني أنا لو ساعدت في بناء المسجد ده إن شاء الله بطن أسمنت، بطوب، بكام ألف طوب، بكام طن حديد، كل واحد هيجي يصلي في المسجد ده من ساعة ما يتبني لحد ما يعني إلى ما شاء الله، هاخد أنا ثواب معاه في ده؟ ولو هدم
أعيد إحلال المسجد وإبناؤه مرة أخرى، لك يعني الأجر والثواب. يعني حتى لو المسجد بعد 200 300 400 سنة اتهد هاخد أنا كمان أجر إن أنا حاطة طوبة فيه؟ بالظبط. يعني ده حضرتك يعني يمكن الشيء العجيب، المسجد ده مسجد الشهداء في نجع شليحة مركز أبو تشت محافظة قنا. أيوه. يمكن أنا أما رحت المسجد ده كان المكتبة فيه المصاحف مليانة تراب، لأنه بقاله سنين ما يقرب من 10 سنين وهو مغلق مقفول. والجدران كانت متهالكة. فطبعا يعني احنا يعني شفنا مشقة في ان احنا لابد ودينا اولوية، اعطانا اولوية، قلت لهم يا جماعة المسجد ده مكفول من، لقينا الاولاد اللي هو عنده 9 سنين و10 سنين مش عارف يعني ايه المسجد. ما يعرفش ايه المسجد. خدت بال حضرتك؟ وطبعا والكبير حتى اما هيلاقي فيه بعد للمسافة هيعمل ايه؟ خلاص ما احنا عايزين نيسروا على الناس. وبعدين احنا نيسروا عليهم ايه؟ ان هم يقولوا الله اكبر. انهم يصلوا، انهم يتصلوا بالله، انهم يتقربوا الى الله سبحانه وتعالى. فكان لابد ان احنا نعطي اولويه بسرعه شديده جدا لبناء هذا المسجد. فالحمد لله يعني المؤسسه عندنا والاستاذ اسلام اللي هو المدير التنفيذي للمؤسسه دايما يعني واخد الواحد كاب. احنا عايزين نعمل كذا، حاضر يا مولانا. حتى لو في مسجد هنبنوه دور واحد اقول لا ده في مكان ضيق عايزين نبنوه دورين، حاضر يا مولانا. يعني ما شاء الله فيه تجاوب. ودايما عندنا مبدا انا بقول ايه، اصل في بيوت اذن الله ان ترفع. الاذن جه منين؟ من الله سبحانه وتعالى. طب انا ما اخافش من حد طالما اذن الله اذن. انا حضرتك انا قلت لهم هدوا وان شاء الله ربنا هيبعت لنا، زي ما حضرتك شفت كده العمدان والسملات اللي احنا عملناها. قلت لهم احنا نبدا لان هو ده ربنا قال هو اذن، يبقى طالما اذن هيسر هيسر. وايه وما بخافش. انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال في اي مسجد من المساجد. اقول اعمل احسن حاجه لبيت ربنا يا ما شاء الله، وربنا ان شاء الله هيديلك وربنا هيعطيك ان شاء الله. هيعطينا ان شاء الله وباذن الله يا رب. والله ان شاء الله والنبي يا رب وحيد حبيبك محمد ان بعد الحلقه دي والنبي كل والنبي نخلص المسجد ده، والنبي ادوني ثواب معاكم ونخلص المسجد ده ان شاء الله. ان شاء الله. ما حضرتك ادلوا على الخير كفاعله يعني احنا بنسعى بنروح مثلا الصعيد عشان نشوف مكان وحضرتك بتتكلمي، فربنا سبحانه وتعالى بيعطيك اجر وبيعطينا اجر وبيعطي المتبرع اجر. بس طبعا يعني المتبرع ده عايز يشوف السكه، والله العظيم الناس عايزين بس يشوف السكه شاور له يشوف الخير. بالظبط. عايزين حد يرشد، حد يوجه. حد يحرك. احنا موجود الخير موجود حلو في المصريين ما شاء الله وفي العرب وفي المسلمين ان شاء الله. طيب هنشوف التقرير بعد اذن حضرتك ونرجع تاني. اتفضل. المسجد الذي أتينا إليه من قبل، ويمكن حضراتكم فاكرين المصاحف اللي مسحت من عليها التراب والجدران التي كانت قد ذابت وتهالكت. هذا رأيته بنفسي وتجولت في هذا النجع، فوجدت أن هذا هو المسجد الوحيد للمصلين ومغلق منذ سنين. هذا المسجد الوحيد في البلد والكبير في البلد، فما فيش مسجد في البلد يلم الشعب ده كله ونصلوا فيه. الأطفال دي عايزين يبنوا لها مكتب تحفيظ قرآن عشان يطلعوا ايه حافظين كتاب الله ويمشوا على سنة رسوله. والله أنا كبير سن ما معقدر أروح أصلي على الترعة في الجامع البعيد، ولا أقدر أروح أصلي في مطرح بعيد إلا في جنب البيت هنا. لذلك قمنا على الفور مؤسسة نبض الحياة، أعطينا أولوية للبدء في هذا المسجد. بدأنا باب خير، التعاون على إن إحنا نخلص المسجد هيسرع افتتاح المسجد. نرجو من الناس فاعلة الخير المساعدة بأي شيء على أهل البلد، ما مخلينش حاجة من جهدهم.
يد عاملة شغالين، نجارة شغالين، نقل الطوب، نقل تسمنت، نقل ترملي، نقل الزلط. أي واحد فاعل خير اللي قدره على ربني يعمله. مستني إيه؟ مستني لما ينتهي المسجد ده وينتهي غيره وغيره 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 وتخرج منها وانت خسران؟ والله انت الخسران، مفيش حد تاني خسران غيرك انت. يلا شد حيلك زي ما تبرعت في المسجد اللي فات واللي قبله واللي قبله، مستنيينك تاني عشان تكون في المسجد ده من جديد ومكتوب اسمك عند ربنا سبحانه وتعالى انك من عمار بيت الله جل وعلا. والنبي فرحوا الناس أهل البلد بأنهم يصلوا في المسجد بسرعة. مولانا أنا هاخد ثواب إن شاء الله لو اشتركت في أي حاجة كده بمجهود بطاقة بفلوس، ولو يعني إن شاء الله إن شاء الله هاخد ثواب من ربنا وهاخد رضا إن شاء الله. ولما ربنا يرضى عني يحصل لي إيه؟ ده هيديك كل شيء. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. عطاء ربنا سبحانه وتعالى للإنسان المنفق. أنا عايز بس أبشر السادة المشاهدين إن ربنا يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله حصل والله يا ابني كسفتنا. طب ده في حاجة تانية، ده هو كل لما خلصت المسجد غبنا نبني في المسجد مسافة، كان المسجد على 7 جرات ونص، غبنا نبني فيه مسافة كبيرة. وبعدين بعد ما خلصنا المسجد قال لي ما فيش يا عم الشيخ ما فيش حاجة تانية أعملها لله. أنا طب ينفع الواحدة بتربي أيتام؟ الراجل عايز يدي الخمسين بتوع كل أسبوع يطلعهم لله. العامل يومية غلبان تشوفيه يصعب عليك، ده احنا يصعب علينا حالنا طبعا. لما تقول لي ان عامل بيتبرع، عامل يومية بيتبرع، نلحق نفسنا والنبي واللي نقدر عليه، ما نبخلش على نفسنا، ما نبخلش على نفسنا بالصدقة. الفقير بيتصدق، فربنا يا رب يكرمنا ويكرم حضرتك وينفع بيك بحق جاه النبي. الله يرضى عليك. ودعية يا مولانا، ربنا يبارك لك في صحتك واولادك يا رب. احنا يعني انا اتشرفت بوجود حضرتك معايا واتباركت والله. حضرتك ما شاء الله بركه ونور كده. وانا بختم مع حضرتك، هنطلع هنشوف فاصل بس انا مش هشوف حضرتك بعد الفاصل، فبشكرك. الله يرضى عليك وربنا يكرمك وفرحني كده مولانا، وقول لي الحمد لله انجزنا المسجد ده ونبتدي في مسجد جديد ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. اشكركم إن شاء الله. جدا. هنطلع نشوف التقرير وبعدين فاصل، استنونا. مؤسسة عندنا هي المسجد. تخيل بقى ان اعظم مؤسسة دي كانت مغلقة لمدة طويلة جدا 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 لانه مفيش امكانيات تسمح بهدم وتجديد المسجد. تخيل معايا كده قرية بقالها 10 سنين المسجد الرئيسي فيها مقفول. تخيل ان الطفل اللي اتولد من 10 سنين لحد دلوقتي ما يعرفش يعني ايه صلاة في مسجد، ما يعرفش يعني ايه يقف في صف ويصلي. انت بتصلي فين؟ مش بصلي. ليه؟ ما لقيش مسجد، المسجد بعيد. تخيل ان اللي كان محافظ على الصلاة من 10 سنين وضعه عامل ايه دلوقتي؟ هل ما زال بيصلي ولا لا؟ احنا تعبانين. انا 82 سنة مولد 37، لما يكون عيان عن حبيبي واروح اخر الدنيا اصلي جربنا كده والله ما يقول لك ده هو. من شهر بالضبط تم إحلال المسجد وإحنا دلوقتي في خطوات تجديده زي ما أنت شايف ورا ظهري كده المسجد بالصورة اللي هو عليها. نناشد الإخوة المسلمين أن يساهموا في هذا المسجد وتشييده من أجل أن يصلى فيه وتأتي الصيبة لحفظ القرآن، صيبة المسلمين لحفظ القرآن الكريم. وكما نرى المسجد يحتاج إلى سقف ويحتاج إلى بناء ويحتاج إلى نجارة ويحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن الحاجة الآن نحتاج إلى 6 أطنان من الحديد، 50
طن أسمنت، 30,000 طوبة، نحتاج هذا حالا. تخيل الحاجات دي كلها وانت قاعد وبإيدك انك تساعد ناس ان هي تقف من ايد ربنا سبحانه وتعالى، والناس دي فعلا مشتاقة ان هي يكون عندها مسجد ويتبني لها مسجد ويتعمر بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى. اللي ملحقش القواعد والارضيات يلحق الاعمدة، واللي مش لاحق الاعمدة يلحق الجدران، واللي مش لاحق الجدران يلحق السقف، واللي ملحقش اللي فات يلحق الارضيات والسيراميك. لو كل واحد فينا ضرب بسهم، المسجد ده في غضون شهر او شهرين على اقصى تقدير هيكون انتهى. حضراتكم زعلان انا من كريم زميلي هنا في الاستوديو لانه شال طبق الكبده من قدامي عشان يبتدي الفقره المهمه دي. انا بزقطت الحقيقه وانا مع دكتوره دعاء سهيل اللي شرفتني الاسبوع اللي فات، والحقيقه وعدتها ان انا هلتزم والحقيقه ما التزمتش. لكن النهارده هي جايبه لنا مفاجاه علشان بالبرهان تثبت لنا ان من غير مشرط الحقيقه هي عملت اكتر من اللي ممكن المشرط يعمله. يعني في الفقره الاولى كان معانا صاحبتي وزميلتي ندى رحبي وقالت انها عملت عمليه تكميم، يعني حضراتكم فاهمين تكميم بقى بيقصوا حاجات كده، ونزلت فعلا في سنه تقريبا حوالي 80 كيلو. معانا دلوقتي نموذج دكتوره دعاء سهيل. الاول برحب بيها. اهلا بحضرتك. انا متشكره جدا ان انت شرفتيني تاني. يا رب يخلي حضرتك. ومحرجه منك طبعا. استضافتك شرف. بس انا محرجه لان انا ما التزمتش باي حاجه. التزم مع الكورس بقى ان شاء الله. المفاجاه بقى اللي انت جايبها لي انا عايزه حضرتك اللي تقدميها، وهنشوف دلوقتي احنا كنا فين وبقينا فين. معايا أدري من شربين، أنا بعتبره ثمرة نجاح لمبادرتي السابقة 2019 مصر بلا سمنة. ليه جايباه بعد سنة؟ علشان الناس تعرف إن أنا مستحيل حد بينزل معايا وبيرد لي وزنه تاني، وطبعا لقاءات تلفزيونية عديدة من سنة ووزنه زي ما هو، خاسس معايا 80 كيلو. اسم الله عليك. الحمد لله. فرحانة بيك جدا يا حبيبي. أنا أكتر. وسؤال الأولاني، اتفضلي، انت عرفت دكتورة دعاء منين؟ والله هو الموضوع بدأ معايا من على الفيسبوك، يعني شفت الصفحة بتاعت الدكتور فدخلت على الفيسبوك كتبت لهم كومنت انا عايز اخس، اكتر من كده ما كتبتش. استفسروا ودخلوا كلموني، الدكتور دخلت كلمتني الفريق الطبي بتاع الاول بسم الله ما شاء الله متابعه حلوه، فبدأوا يتابعوني. اسبوع في الثاني اتكلمت مع الدكتور، عرفت حالتي، بعتت له الكورس المناسب ليا، بدأت استجيب معاه. اولا ما كنتش اتوقع ان انا اخس، انا كنت 152 كيلو. ما شاء الله 152 كيلو وحاليا 80. انت حضرتك حتى قلتي لي الحلقه اللي فاتت ان اكتر الناس اللي مصابين بالسمنه شباب شريحه الشباب. يعني انا لما خسيت واصحابي شافوني جبت الدكتور عدد رهيب يا حبيبي. ما لا ما انا شخصيا جايه للدكتور. لما شافوني بداوا يخسوا معايا، وطبعا يعني ما فيش حاجه اسمها مستحيل في التخسيس، اللي هو بيفكر ان التخسيس صعب او ان هو صعب. لا مش صعب والله، مش صعب خالص. بص هو لو لوحدك انا مش هكذب عليك يا ابني، لا لوحدك هحاول قبل كده. اراده وعزيمه. بس انت لوحدك حاولت قبل كده؟ انا حاولت مع نفسي كتير بس فشلت. طيب بس مع الدكتور وبعد فضل ربنا سبحان الله الدكتور خالص جابتني، يعني مش حاجه اسمها مستحيل مع الدكتور. طب انا عايزه تكلميني عن التجربه. يعني ما شاء الله 152 كيلو ودلوقتي انا شفت 80. صوره يعني 80. طب ده ازاي بقى اهي اهو في 5 شهور والله اهو يا حبيبي. اسم الله عليك. مش انت ده واحد يعني اثنين مع بعض. وبعدين انا فقدت شخص تاني. ما شاء الله يا جماعه بصوا اهو اهو يعني ده بالبرهان ما شاء الله يا حبيبي. هو طبعا انا ليست ضد العمليات الجراحيه اذا استدعى الامر لذلك، واذا كانت العمليه الجراحيه هي الملجا الوحيد لشفاء مريضي من السمنه انا مش ضد ده. يعني انت ممكن تشاوري له لما يجي لحضرتك ومن قبل يقول له لا روح اعمل عمليه؟ لو مع اول شهر بقى ما فيش استجابه لازم اعرفه. لازم اكون امينه معاه، لازم ما اضيعلوش وقته، لازم ما ادلوش امال ورديه وفي الاخر انه يسيب بخيبه الامل. ما اقدرش اعمل ده ابدا. انا في البدايه قلت لها لو هعمل دايت مش هكمل. ايه ده؟ لا استنى، امال انت خسيت ازاي؟ من غير دايت خالص. فهمت. هي كميه الاكل هي اللي قلت معايا. فهمت. لا في حاجه كمان دكتور اديتها لي النهارده انا لسه ما جربتهاش،
والنبي كلميني بقى عليها لان احنا كنا هو كل الحكايه. انا بعرف علشان تنجح بمريضك لازم تشتغل على ثلاث محاور. رقم واحد تشخيص جيد للحالة. يعني معناها ايه تشخيص جيد؟ اعرف الاسباب التي دفعت بمريضي لزيادة الوزن واقف عندها. يعني واحنا بنتكلم مع ادري مش عايز اعمل دايت، ما اقدرش اعمل دايت، لو مش هخس من غير دايت مش تمام. انا لازم اعرف ان انا اقفل له شهيته بدون ما يبقى تحت هدك. محب للاكل بيتراهن هو واصحابه. ايوه كنا بنتراهن انا وصاحبي اللي يخلص اكل يجيب لي تاني حاجه ساعه. انت مراهنه كمان على الشباب لان الشباب اكتر فئه في الشارع فبياكلوا اكل شارع غير صحي. كان ده كان بي عندهم سلوكيات غريبه جدا في الاكل. بياكلوا من الشارع بيتراهنوا ان اللي هيخلص ازازه الاكل حاجه ساعه اللي هي 2 لتر دي حاجه ساعه 2 لتر ويشربها مره واحده. يعني شايفه السلوكيات كانت عامله ازاي. طيب لازم اقفل لك شهيه. ولا وكمان الشباب الحياه بيتمتعوا بالعند اللي هو انت مش هتقدري تعملي كنترول عليه فانت ازاي قدرت اقفل له شهيته من عندي. لازم انا ادي له العامل المساعد اللي بيه يكون قدام الاكل اللي بيحبه بس ما عندوش شهيه. ازاي؟ اكياس الباودر اللي انا اديتها لحضرتك. انت اديتيني شويه حاجات انا ما اعرفش احكي لنا دول. اديتك خلاصه الفيسيليوم 5 مللي جرام منه، ده اعلى انواع الالياف. كل الدراسات الحديثه بتقول ان المعده تقدر تحتفظ بالنوع ده من الالياف من 8 ل 12 ساعه. تمام، يبقى انا عرفت ان انا هاخد باكيت واحد في اليوم من هنا. طيب ايه تاني علشان اقدر اقفل شهيه مريض محب للاكل وبسرعه اجري على عشب الجارسينيا؟ ولازم يكون تركيز 60%، يعني دي النسبه المصرح بها دوليا ويطلق على عشب الجارسينيا انه مانع للشهيه. يبقى انا كده بحاصر الشهيه على مدار اليوم. طيب اذا انا اخد وقفلت له شهيته، هل من المنطق حد ما عندوش شهيه اقول له اعمل دايت؟ لا، مفيش حاجه اسمها اعمل دايت. يبقى قدامي حاجه تانية، ان انا لازم انظم مواعيد اكله. يفطر بدري، يتغدى بدري، يتعشى بدري، ومش محروم من نوع اكل. مع كل وجبه لازم طبق السلطه وبعدها اكمل من الموجود. اساليه نفسه هل هو كان قدام الاكل اللي بيحبه قادر ياكل؟ مستحيل. ده سؤال ده يهمني انا شخصيا. لا اشرح لي. يعني انا مثلا حضرتك صينيه المكرونه بالبشاميل وانت قاعد قدامها لا ماليش ليه؟ ما بقتش اضعف خلاص. بتهزر؟ والله خالص. كل ده من السيلينيوم؟ السيلينيوم. كنت الاول ممكن اكل بكميه رهيبه، انما دلوقتي الكميه بتاعت الاكل بتاعتي قلت فما بقتش زي الاول. وطبعا مثبت بالي فتره جامده جسمي ما بيزيدش ولا برجع. طبعا ما شفتش. استنى احنا جايبين لك تليفون دلوقتي واحد زميله وحضرتك برضه ساعدتيه انه يخس. اصحابهم كتير. مين؟ محمود. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا محمود؟ سلامك. تمام والله. نعم. مبروك يا محمود ان انت خسيت. انت كمان انا سمعت ان انت ما شاء الله كنت. الله يبارك فيك والله انا بشكر الدكتوره دعاء اللي هي يا حبيبي وانا وصلت. لا اشكرني عملي وتعالى حلقه على الهواء علشان انت كمان تكون سبورت قوي. طيب. لمن يعاني من زياده وزن. محمود انا لما بشوف بعيني غير لما بسمع. فانا شفت ادري وشفت الحقيقه صوره قبل ما يعني ربنا يكرمه مع دكتوره. شفت تاني. ده محمود. ايه ده محمود؟ ايوه. انت ده الحقيقه اختلفت معانا خالص الصراحه. يعني يا جماعه انتوا والله العظيم ما شاء الله. اقسم بالله. الحمد لله. اذا انا في امل. طبعا انا كنت 148. حضرتك هي الكاميرا بس يعني هو ممكن يكون معاكي زياده 5 كيلو 10 كيلو، ده شيء مش صعب ابدا بس يعني. ما شاء الله. طب محمود معلش انا كنت 148 كيلو والنهارده 83. يعني الله اكبر يا حبيبي. صحتي كانت وحشه وانا زايد والنهارده الحمد لله بقدر اجري وبقدر اتحرك. يعني فضل يرجع للدكتوره دعاء. يا رب يخليك. فضل الله يا حبيبي. كنا بنشرب الازازه الحاجه الساعه بتلين انا وادري. يا نهار. طب ثانيه واحده، هل دكتوره دعاء حرمتك جامد من يعني؟ ما هو احلى حاجه في العلاج وفي اللي هو الكورس دوت اللي هو من غير حرمان ولا من غير دايت ولا حرمان ولا اي حاجه، كل اللي انت نفسك فيه. بس هي الحبايه هي اللي هتساعدك بدل ما انت تاكل كميه كبيره. النهارده بتاكل كميه قليله، واما ثبت الكميه اللي انت كنت بتاكلها وانت وزنك زايد ما تاكلهاش وانت وزنك زي دلوقتي، تاكل كميه قليله خالص. يعني ما تعذبتش خالص؟ يعني الكورس ده لا ما بحطش مريضي تحت هدك، ما اقدرش اعمل. هقول لحضرتك انا لو في دايت مش هعمل، مش هخس. انت بتشترط كمان يعني بوزنك؟ انا قلت لها كده، قلت لها في دايت انا مش هخس.
انا كلمت الدكتور قلت لها لو في دايت انا مش هكمل. انت كمان هم محبين. عشان بقول لك الشباب شهيه عاليه جدا بياكلوا جوه البيت وبره البيت وبيحبوا الاكل وما عندهمش بقى يعني تركيز انا باخد كام سعر حراري وايه اللي حضرتك بتعمله ده. طب الحياه اتغيرت معانا 180 درجه خالص يعني. انت كنت حاجه دلوقتي كنا بناكل 24 ساعه 24 ساعه ماشيين كنا بناكل يا حبايبي. يعني الحياة تغيرت تماما يعني. انا بشكر الدكتورة يعني تروح والله. تجيب لبس ده انت ادري لازم تشكرها ويعني منتظرينك حلقة ان شاء الله لازم تيجي يا محمود يعني ادري شرفتنا من فضلك انت كمان عشان الناس تشوفك. أيوة ونسمع تجربتك كده مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله الدعاء ما شاء الله عليكي. فكرة كمان انك بتتعاملي نفسيا مع المريض اللي قدامك مش بس مجرد ان انت بتديله كورس هياند. المريض لو انت يعني مخليه ضد كل رغباته لا مش هيستجيب. اكيد مش هيستجيب. هيسمع كلامي شهر مش هقدر اقنعه الشهر اللي بعده واللي بعده 80 كيلو 70 كيلو يعني هو ماشي معايا 5 6 شهور 5 6 شهور لو هو من البدايه ما شافش 10 كيلو كده على ارض الواقع بدون دايت هو مش هيركز معايا مش هيبقى عنده الاصرار مش هيبقى عنده العزيمه. هو يعني ادري شغال في تكييفات فالمهندس بتاعه كان دايما يقول له يخاف يطلعه خايف يطلعنا شغله عشان الجسم تقيل ما يا حبيبي يعني ده كمان ال- 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 السمنه او الوزن الزايد كان بيأثر عليك في اكل عيشك بيأثر في, طبعا. في الشغل في المشي في اللبس في اي حاجه كان نفسي في اي حاجه ما كنتش عارف اعملها. دكتور دعاء انا حساكي في حميه وحماس على حالاتك. طبعا كانهم يعني كانهم ولادي يعني طبعا انا مش عايزه اقول طبعا قدهم اساسا طبعا لا ما انت دول اولاد عملك دول لازم اخاف عليهم لازم انا هو زي ما هو عن نفسه جدا وحريص انه يخس انا كمان حريص اضيف اسمه لاسماء نجاحاتي انا وفريقي طبعا. طيب انا عايزه لو حد مريض من المرضى اللي جمله حضرتك حسيتي في لحظه انه بيهزر او يعني ما مش محتاج يهزر يعني ما قلتلكش اعمل دايت ما حرمتكش من اكل انا كل حكايه بقول لك نظم مواعيد اكلك خد جرعاتك في المواعيد اللي انت الخبير او الخبيره اللي جات لك على التليفون وكانت من نصيب متابعتك لازم تكون مركز معاه. انت عايز هل كل مريض له حد مخصوص انت طبعا يعني في دكتور مخصوص أيوة. معايا انت معايا 200 300 حاله دول وانت معاك 200 300 حاله دول وانت معاك فايلاتهم انت حضرتك ضايفهم على الواتساب انت في اي وقت امال تخسيس اونلاين ازاي في اي وقت دخلك على الواتساب بتاع ارقامك. فكره التخسيس اونلاين انا ساعات بكسل اخد بعضي ولسه هروح وانت بتقولي كمان ان اولادنا من شربين من مدن تانية مش القاهره. فكره التخسيس اونلاين وانه بيجيب النتيجه دي الحمد لله يا رب فما شاء الله يعني. طب هل الجرعه انت حضرتك اديتيني جرعه دلوقتي انا لسه ما ان شاء الله لكل مريض جرعه خاصه بيه طبعا حضرتك المره اللي فاتت ورب ان شاء الله ان شاء الله لما تفقدي ال 10 كيلو دول باذن الله يا رب يا رب هتتخلصي من السكر درجه الثانيه ده جرعه غير 20 سنه ولم يعاني من اي شيء. اصحابي يجوا يقولوا له عايزين العلاج اللي انت بتاخده اقول لهم ما ينفعش لازم تكلموا الدكتور الاول لان حالتك مش زي حالتي انت ممكن تكون تعبان انا مش تعبان. ثانيه دعاء يعني ودني راحت مرميه كده في جمليه هل انا لو خسيت معاك ان شاء الله يا رب باذن الله يا رب هل السكر ممكن يروح؟ طبعا والله انا سكر من الدرجه الثانيه انا مش باخد السمنه مسببه لمرض السكر والسكر مسبب للسمنه الاثنين وجهين لعمله واحده. انا بتكلم ان لو انت تخلصت من الخلايا الدهنيه تخلصت من الوزن الزائد اصبحت الاجهزه الداخليه بتعمل باريحيه فما فيش هيدك انها تاثر على انتاج هذه الاجهزه. فانت لما بتتخلص من السبب اللي صدر عنه مشكله ما بقاش فيه مشكله. طب ده مش بس الحياه مش بس عشان شكلي يبقى لطيف لا طبعا لا عشان صحتي كمان تبقى كويسه وزي ما اولادنا يعني ابني كان بيحكي دلوقتي بيقول ان انا اثر تخنه عليه في شغله انه ما عندوش طاقه شغله ولبسه وكان على طول حاله اكتئاب مش عايز اطلع بره عشان نظره الناس ليا كانت وحشه. طيب الكورس اللي انت اديتهولي اشرحيه لنا كده برضو يعني وقولي لي انا يعني اشرحيه هعمل هاكل ايه هتفطري بعد الفطار بنص ساعه تاخدي جرعه من الكبسوله بعد الغداء بنص ساعه ناخد الباكت في نص كوبايه ميه ونشرب كوبايتين طعمه وحش لا خالص طيب. بطعم الاناناس لان دايما اقول وعلى فكره البرومالين حارق جيد للدهون ومنظم جيد لحركه الامعاء فبيها تبقى عمليه الاخراج عمليه طبيعيه لان اي حد بيفكر يعمل دايت بيبقى فيه عنده امساك لا انا مش عايزه دي انا عايزه خلاصه البرومالين عشان تنظم حركه الامعاء بيها عمليه الاخراج تبقى سليمه. تمام اما في الشهيه لازم كمان اكون انا
قافله شهيه وفيها فيتامينات علشان ما اكونش انا امتنعت عن اخذ الفيتامينز المناسبه ليا. اسمه مكمل غذائي، مش عشان اصلح شيء ابوظ شيء اخر. لازم يكون فيه فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي 12 علشان الشعر لا يتساقط. أيوة. كل ده اذا بعد الشهر ده باذن الله من 7 ل 10 كيلو باذن الله تكوني فقدتيهم بدون دايت، بدون حرمان، بدون اي حاجه، ما شاء الله قادري خاسس معانا اكتر الناس عندي في يعني البلد. ما كانتش تصدق ان انا خاسس طبيعي، كانوا يقولوا انت عامل عمليه بالوزن ده. الدكتور اللي عامل لك العمليه كده يطلع دلوقتي يقول انا اللي عامل الكلام ده مش مستخبي يعني. فكره انا ضد العمليه يعني، معلش انا ضد العمليات وبخاف الحقيقه جدا. فلما هو ايه اللي خليني استأصل تلتين حجم المعده اذا انا قادر اكمل معدتي طبيعي؟ مع الشهور دي وجبه صغيره باخدها مع الفايبر فالمعده بتصغر كمان. وجبه بقيت باكل بسيط بسيط بسيط. في النهايه انا عايزه اقول ان بلاش اقص واستخدم بشارط، اجرب بشكل عملي ومع حد يبقى في تجربه وفي نتيجه. انا شايفه نتيجه قدامي. النتيجه الثانيه حضرتك هتوعديني باذن الله ان يكون معانا محمود. لا ده نتائج كتير جدا، انا ممكن نقعد كده يعني سنه كامله. ممكن نجيب في مره برضو بعد محمود نتيجه ست. اه طبعا. طيب انا بشكرك جدا يا ادري، بشكرك جدا يا دكتوره. ميرسي على استضافتك، وان شاء الله ده انا مرسي ليكي على الحاجات اللي اديتيها لي. ان شاء الله يا رب اخس يعني ان شاء الله. وبشكر حضراتكم جدا جدا، ومعلش الحلقه خلصت، بس ان شاء الله هنكون بكره مع بعض الساعه 4 على قناه المحور. هتشرفوني وانا هبقى فرحانه جدا معاكم. ميرسي يا دكتور دعاء. ميرسي يا ادري. السلام عليكم.